خير عليكم مشاهدينا مرة تانية، وجه دلوقتي ميعاد فقرة الطقس. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع أن الطقس النهاردة هيكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الصبح، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان حالة الطقس هتكون معتدلة على كل الأنحاء مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق. وأكدت الهيئة كمان أن نشاط الرياح مستمر على بعض المناطق، وده بيقلل الإحساس بارتفاع الحر ونسبة الرطوبة بالليل. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة مع دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني يا دكتور، درجات الحرارة النهاردة مشابهة لامبارح، إيه أبرز الظواهر الجوية التانية بجانب درجات الحرارة اللي هتكون معانا النهاردة؟ يمكن بالفعل ان ابرز الظواهر الجويه اليوم اللي هتكون معانا هو طبعا وجود نشاط رياح، لان احنا لسه مستمرين في الاجواء الصيفيه. درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه لا في مثل هذا الوقت من العام، بنتاثر بكتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط، فبيكون معاها ارتفاع في نسب الرطوبه خلال فترات النهار وايضا خلال فترات الليل، بالاضافه كمان ان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس على اغلب مناطق الجمهوريه. ويمكن نشاط الرياح اللي هو ابرز الظواهر الجويه الموجوده هو اللي بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه اللي بتبقى موجوده في الجو، فبالتالي ما بنحسش بارتفاعات درجات الحراره، وخاصه خلال فترات المساء وايضا خلال فترات الليل، وبيستمر حتى الساعات الاولى من الصباح. متوقع طبعا استمرار هذه الاجواء الى نهايه هذا الاسبوع، يمكن كمان مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله، اللي بيكون معاه متوسط درجات الحراره ما بين 34 وال 35 درجه مئويه، ده طبعا على القاهره الكبرى، لكن المحسوسه بتكون اعلى من القيم اللي احنا دايما بنقولها مع حضراتكم في نشراتنا. الطقس حر خلال فتره النهار على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات السواحل الشماليه، شديد الحراره على محافظات جنوب البلاد خلال فترات النهار. خلينا ناكد ان خلال فترات النهار التعرض المباشر لاشعه الشمس دايما بيزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره. طب يا دكتور، حضرتك قلتي ان لحد بدايه الاسبوع الجاي كمان هيكون في استقرار في الاحوال الجويه، امتى هنبتدي نشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره؟ يعني هو وارد جدا في فصل الصيف، احنا لسه بادئين فصل الصيف، لسه قدامنا 3 شهور في فصل الصيف، وارد يكون معها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، لكن الاكيد ان هو مع بدايه شهر 7 تبدا نسب الرطوبه كمان ترتفع عن هذه الايام، فارتفاع نسب الرطوبه الاكثر اللي هيكون في شهر 7 و8 هو اللي هيخلينا نحس اكثر بدرجات الحراره. يعني هي وارد جدا درجات الحراره تبقى 37 درجه مئويه، لكن مع ارتفاع نسب الرطوبه هنحس بيها 40 درجه مئويه، لان متوسط درجات الحراره خلال فصل الصيف بتتراوح ما بين ال 35 وال 37 درجه مئويه، واكيد في بعض الايام هيتخللها ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره، ممكن بعض الايام تكون درجات الحراره اقل المعدلات. المهم جدا ان احنا في الفترات دي مع ارتفاع درجات الحراره او حتى فترات الصيف كلها بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس، خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر، بالاضافه كمان ان انا ابقى موجود في اماكن جيده التهويه، ده هيخليني ما احسش بنسب الرطوبه اللي موجوده في الجو، فبالتالي ما احسش بارتفاع درجات الحراره. طب يا دكتور، مع نشاط الرياح اللي هتشهده البلاد، هل هيكون في اضطرابات في الاحوال في البحار ولا هتكون مستقره؟ لا، هو الحمد لله حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط والبحر الاحمر معتدله، ارتفاع الامواج بيكون ما بين 1.5 لـ 2 متر، مؤهلين تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، فقط نشاط الرياح بيخلينا نحس بالاجواء المعتدله خلال فترات المساء ايضا وخلال فترات الليل، لكن يعني مش هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه وغير مثير لاي اتربه وايمال مسؤول. شكرا يا دكتور. مشاهدينا، كانت معانا دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا، تعالوا نستعرض مع بعض درجات الحراره المتوقعه، والبدايه هتكون مع القاهره، بتسجل العظمى في القاهره 35 والصغرى بتسجل 23، الاسكندريه العظمى 31 والصغرى بتسجل 23، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سيوه العظمى 37 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 23، دمياط العظمى 30 والصغرى 23، الاسماعيليه العظمى 36 والصغرى بتسجل 21،
السويس العظمى 35 والصغرى بتسجل 22. هنروح للعريش، العظمى فيها بتسجل 32 والصغرى بتسجل 22. طابق العظمى 33 والصغرى بتسجل 21. سانت كاترين العظمى 32 والصغرى بتسجل 16. شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27. الغردقه كمان العظمى فيها 37 والصغرى بتسجل 28. الفيوم العظمى 36 والصغرى 25. بني سويف العظمى 36 والصغرى 24. المنيا كمان العظمى 36 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها 37 والصغرى بتسجل 24. سوهاج العظمى 38 والصغرى 25. قنا العظمى 40 والصغرى بتسجل 26. الأقصر العظمى 41 والصغرى بتسجل 27. أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 42 والصغرى بتسجل 28. الوادي الجديد العظمى 40 والصغرى 26. شلاتين العظمى 36 والصغرى 25. وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 28. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا. دلوقتي هنرجع لشاذلي وهدير عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك.